السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ هلا. مرحبا. يكرمك. وياك. لو فضيلتك انا لقيت يعني معي سؤال في بعض الاخوه اللي هم تبع الازهر الشريف كاتبين يعني انه في استاذ دكتور يدعوك للمناظره واحنا حاسين بالحرج كده مش عارف يعني. ولا تحس بحرج ولا حاجه، انا اسالك سؤال. تفضل. الله قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ الله له يدان ولا لا؟ نعم. خلاص هم بيقولوا لا، فانا بقول لهم لا يا وخلاص، ولا داعي ان نضيع اوقاتنا مع مجادلين بالباطل. ما في آية ثانية فضيلتك بتقول السماء مش انت صح؟ صح. نعم. في آية ممكن تحمل الأيدي، لكن لا، هذه الآية والسماء بينناها بأيد، هل تعني نفي اليد عن الله؟ لا ما احنا ما لا يعني بينناها بأيدي قوي، ايه المشكلة؟ بأيدي قوية. أيدي بأيد ولا بيد زي ما جاءت الآية ببعض. ما أنت تعرف، لا عارف أنت أن في لغة العرب كما يقولون المثنى ضمير المثنى يطلق على الجمع. قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كم قلبهما؟ نعم. كم قلب؟ تنين. تنين. فضيلتك بالنسبة للسؤال خلاص يا حبيبي الله يكرمك أنصحك بقراءة القرآن. السلام عليكم. أخذ سؤال آخر يا عبد الرحمن حتى لا نختم بهذه الأشعرية الضالة. أضل الله قلوب أقوام عياذا بالله. يا أشاعرة قوم منبوذون على مدار التاريخ. اقرأوا كلام ابن القيم فيهم، واقرأوا كلام النونية القحطاني فيهم، وابن خزيمة، والإمام أحمد، أئمة هدى